تفقد وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع المهندس غسان الزامكي عملية استئناف العمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات بعدن والجهود المبذولة لاستكمال الاجراءات الخاصة بتفعيل العمل بشكل كامل وعقد الاجتماع لمناقشة اوضاع الفرع وكيفية تنفيذ الاجراءات المطلوبة في تسهيل عملية صرف الجوازات للمواطنين واهم الصعوبات التي تواجههم وتعيق عملهم بالاضافة الى اهمية اعادة ترميم مبنى الهجرة والجوازات في مديرية كريتر وكيفية دعمه بالتنسيق مع السلطة المحلية وفي الاجتماع شاد الزامكي بالدور آه الذي تقوم به إدارة المصلحة في إعادة تفعيل الإجراءات والأجهزة في الفرع والتي ستساهم بالتخفيف من الإزدحام الحاصل في مبنى الهجرة بمديرية كريتر والعمل على تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المواطنين وإنجاز معاملاتهم، كما تم في الإجتماع الإتفاق على العمل المشترك في استكمال الإجراءات الخاصة بتفعيل فرع المصلحة بإعتباره مطلباً ملحاً من قبل المواطنين بعدن والمحافظات الأخرى.